مدينة الألعاب الأكبر في تركيا، ملاهي إسفانبول أو كما تعرف بتسميتها القديمة فيالاند إسطنبول، تعتبر من أجمل أماكن الترفيه والتسوق والتسلية ومن أهم عناصر الجذب في مجال السياحة في تركيا. افتتحت مدينة الألعاب الضخمة إسفانبول عام 2013 بمساحة تقدر ب 200 ألف متر مربع، كما بلغت مساحة مراكز التسوق والمعارض في المدينة حوالي 100 ألف متر مربع، تقع في القسم الأوروبي باسطنبول بمنطقة أيوب. كما صممت إسفانبول من قبل أهم الخبراء العالميين مع مراعاة معايير السلامة الدولية لتكون آمنة وساحرة في آن واحد، وتنافس بذلك مدن الملاهي العالمية ديزني لاند من حيث نوعية الألعاب المتواجدة فيها والأجواء التي تنقل الزوار إلى عالم من السحر والمتعة والإثارة. تضم ملاهي فيالاند أو إسفانبول حالياً أعداداً كبيرة من الألعاب يصل إلى 60 لعبة ممتعة وتناسب جميع الفئات العمرية. نبدأ جولتنا من القسم الأكبر، وهو قسم الملاهي الذي يتضمن أكثر الألعاب المفضلة عند الأطفال، من السيارة التي تعمل بالكهرباء ذات الأمان التام وقطار الموت الشيق والزحاليق التي يعادل ارتفاعها 14 طابقا بسرعة نزول تصل إلى 62 ميلا في الساعة، إلى جانب الألعاب المائية التي يتمتع بها أفراد العائلة كبارا وصغارا. ننتقل إلى قسم التسوق في الهواء الطلق، ويتضمن أشهر الماركات العالمية بعروض وأسعار مغرية، ويوجد صالات كبيرة يقام فيها الحفلات والعروض المسرحية وتعرض فيها الأفلام السينمائية، وأخيرا قسم المطاعم والمقاهي الذي يناسب أذواق كل الوافدين إلى المدينة من الترك والعرب والأجانب. لذا ننصحكم بزيارة مدينة إسفانبول والاستمتاع بأقسامها المميزة والمثيرة.